Good morning اخوان، تلاقيت مع رحاب هنايا وان شاء الله غادي نكملوا شي يامات مجموعين. ستيفان صادفنا عنده هنايا، قالوا لنا البارح كاين عاصفه سقس، ما كاين عاصفه لا والو، العاصفه يلا خرجات. دونك ليتس جو نمشيو نكملوا الطريق ديال الجاردن رود. واو جو وانا خرجت مع رحاب دابا، واحد الريح ما ممكنش كنطيرو كنطيرو هادشي اللي هاد الله الجو ديال هاد الشهر. المهم احنا غاديين، احنا وقفنا ناكلو حيت بيض علينا بزاف، ان كيلومتر الاخوان، ولكن فينا الجوع وصافي ناخذو شي قهوه وناخذو من ناكلو هنايا يعني. نتوما راه كيكون عندهم دي بات و بزاف ديال الهيبات. صافي حنا الاخوان دابا جامعين، دابا عندنا واحد 30 كيلومتر بحال هكا، عندنا فيها الريح جنب صراحه قوي جدا، ومن بعد غادي من بعد غادي ندورو الجهه الاخرى ديال الريح. راه مزيان هانتوما، يلا يا رحاب. ما كنعانيو من هاد الريح صراحه بزاف. هنا في كل خرجه ديال المدينه كتلقى شي تاونشيب، خرجه ولا دخله كتلقى دوك ديور الصافير. المهم عندنا 30 كيلومتر واللي ريح معانا. أصدقاء أنتم رياح رياح رياح، راهي ريحة جاية. المهم عندنا باقي لينا 15 كيلومتر ونديرو بحال هكا، يعني الريحة ولي دافات دابا جاي جنب صغيرة دونك ما معاونش. نتوما بيكارة يا رحاب. حنا الإخوان المزرعة السعيدة، شوف قالت لك كيبان بحال شي جبل. الاصدقاء وقفنا هنا نديرو بشي بوز ناكلو شي حاجه ونكملو حيت جانا الجوع. الريح مجد بزاف، ملي ضربنا دابا تقريبا 28 كيلومتر. هانتوما عندنا هدا ديال الدجاج، الرحاب شريت هادو دابا دخلت لواحد المحل زوين وشريت فوخشيط وهادي ومعلقة، ودرت المعلقة باقي كاع ما خرجتش من كاب تاون. هذا الماء الماء فيه الغاز زعما وداك الشيء فهمتي، حيت حنا غناكلو بزاف خصنا نديرو. يلا بسم الله باش تعرفوا اننا فهمتي العدل والاحسان. العدل اخويا العدل، احنا الناس ديال العدايا انتوما الفرونتير ديالو. وانا انا زعما واش انا ظلمتك؟ واش انا كليت لك حقك؟ اي داك اللي في حقي دابا باش ناخذو نورمالمون هذه جوست عشر يعني. هادشي على حسب المعده ديال كل واحد. انت المعده ديالك قداش من ليتر؟ واش دابا باغا تقارني المعده ديالك مع المعده ديالي؟ انت مازال كي ماكله راك طاو ماكله واحده كيك، انا بريك فاست ما كليتش. انا نستناو باش نوصلو في الاخر دا. حنا وصلنا للتاون اللي غندورو فيها مع الريح. الريح هو يدور دابا ولا عندنا ريح طاو. ها هو كيبان لكم كيف رفرف. دابا انا هاد المدينة جاني فيها ديال الناس حلا و صحاب القلع اللي بحالنا زعما ماشي بغيضين وماشي كحلين. اختي واش هادي هي الطريق؟
انتما الاصدقاء طريق ما شاء الله صراحه سوانا بزاف. قررنا اننا نشدو بيست باش ما نبقاوش ناسيونال، وخا الطريق اللي كنا غاديين فيها ماشي ناسيونال جهويه. اي فوالا طبيعه ربيعه مريم حروبات راه خواله بزاف ربيع وداكشي. الرحاب كل شويه طايحه لها شي حاجه شويه غطيحين. حنا الاصدقاء مكملين السيده مصبحو كيطيح لها داكشي ديالها شويه غطيحين كيدوزو. الله يعطيك عجاجه. ثم الاخوان هادشي راه فصل الشتاء والدنيا كي دايره، كنتخيل فصل الربيع كي عرفتهم مانيفيك ما شاء الله. هانتوما الاخوان هنا كاينين بزاف ديال لي فارم، دابا حنا نزيدو واحد شويه وغادي نقولو لهم نعسو حتى شي طون حطو لها طون حتى شي فارم. والله شعر بس هو طبيعة زوينة ولكن صوت ريحان تعدات علينا هاد المرة. توا بقا يديروني باش نيقفو. فما مازال على الطريق دونك يضرب شو شو نشوف واحدة فيهم نخيموا فيها ياسر مزيان على الطريق بصراحة ياسر مزيان. توا بقا يديروني باش نيقفو. فما مازال على الطريق دونك يضرب شو شو نشوف واحدة فيهم نخيموا فيها ياسر مزيان على الطريق بصراحة ياسر مزيان. هادو الاخوان عرفناهم واش فارمز ولا معمل نتوما ونشوف نطولوهم بزاف وحداهم ولا شي بلان. اوه شوف 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 دونك هاي الدار غنسولوهم نقول لهم بغينا نباتو. فلوغي كتفلوغي كتصور وحده كتفلوغي احكي انت الحكايه. فوالا نشوفوا هاد الناس نشوفوا معاهم نحطوا لا طونط ولا فو ويكرمونا بشي بيت على هاد البرد الله يجازيهم بخير. حنا عندنا ماكلتنا عندنا كلشي بقى ديالنا هنا يمكن عندهم هذاك المعمل راه باين. شوف شحال ديال الحيوانات عندهم القله والغنم. فوالا جو جميل بلاصه واعره بزاف غنباتو غيورونا واحد الدار تما نباتو فيها. حنا بوحدنا ما فيها حتى شي واحد صافي كنتسناو نجيب الساروش. هنا معروفين لي فارم بصراحه ظريفين زعما كاع لي طراو لي رز لي دازو كيقول لك زعما استقبلوهم بزاف. الفارم خاصه بيست معناتها احسن شوا خديناه اليوم داكشي اللي حنا شعر كياس الرئيسي اي سي بلو سيف يس وبيزاج وطبيعه فمش برشا كلاب يعني ابيل. اش كتقولي انتيا مش نورمال دونك فوالا الدار ديالنا عندنا كوزين فاش كيكونوا دو كرياتور دو كونتوني. ها مالو السقف
فوالا سك تراديسيونيل. فين فين هو البيت؟ زوز فراق تصوير. البيوتيش نشوف تما هذه. اوكي فما قلت لك خرج ما كانش كبير وزيد خفيف. اخوان ندير واحد الكيكه اخوتي بارد من المغرب هذا عندنا منه في تونس هذا اوكي نقولوا له بارد مطلي مطلي خاطر مطلي بالدهن ماهوش اينوكس يعني المهم قبلوا علينا راه مريم تعملنا في تاي مغربي تاي السبع هو ب 5411 4111 واشنا هذا الكود الاوريجينال معناتها هذا الكود كيديروا صحاب اتاي ان شاء الله نحط شنو هذاك؟ هذاك الزبده مشينا ريستوران انا ومريم خلينا نحكيوها فاز هذيك وقت كنا في كيب تاون مشينا كلنا في ريستوران ريستوران غالي شنو وقتها زادونا زيدونا خبز مع الزبدة ذي نحنا كي في تونس يحطوا لك مايونيز ولا هريسة ولا حاجة ويقول خبز وكب بلاش معناتها حطوا لنا في الصحن هذوما كان حاجة تشبع يا اخي الكعبات اللي قعدوا هزينو معنا خاطر نحنا دي فواياجور كيكا لازم معناتها فاش كتشرق هكا شريت يعطيك السكر تحط في جيبك صراحة هذوما اسرار باش نحكيهم لكم معناتها بلاتي لاش ورينا ماري دونك هزيناهم معانا معناتها علاش يرجعوا للكوجين هذوما يلوحوهم ولا ما عرفتش شنو هزيناهم بالطبيعه باش شوف بعد معناتها فرقت انا ومريم وعاودنا تلاقينا مره اخرى باش في الاخر نلقاو الزبده موجوده دونك باش ناكلوهم بعض سخنوا هذوما شريناهم في الطريق ومازلنا ما كناهمش دونك سخنوهم وما نشوفوا مريم تصايب لنا شي تويجين يكون ناضي خويا تشعل لنا في النار شوفوا الاجواء اليوم اجواء خاصه جدا معناتها كامبينغ في وسط الدار بالحق وعندنا حفل ساهر زاده باليوكوليلي راني قاعده نتعلم في الغنيه باش نغني لكم بالصحيح اللهم صلي على النبي مريم راهي بابنة الجبل قالك تشعيل نار معناتها ما تفضلكش الشوميني معناتها كل يوم تشعل فيها في كازا بلانك كل يوم مريم شبيدة باسكو لا فيرم على ميزون افري داي طاير ويز فاميلي تمشي للمغرب تقول كنت عايشة في جنوب افريقيا مريم تمشي للمغرب تقول كنت عايشة في جنوب افريقيا تشعل النار كل يوم احنا كنا كنشعلوا حتى في الغابة دابا خصنا وزارة المياه والغابات تخرج تحبني كندير داكشي الى كان راه داك الحطب اللي كيكون انت مش كنتي تزرعي في الاشجار بالحق والله الا كل بلاد راه مازال راني نزرع يعني هاكي تو تحرقي فيهم مازالوا ما كبروش لا هادو هادو اللي ميتين كيقولوا ميتين ولا دابلين ما عرفش الحقيقه اللهجه المغربيه كلامنا مقلوب نحن عندنا كلام عندكم يعني حاجة عندنا عندنا كلام العكس مهم اش باش تمشي تعملي الاتاي مريم نحط واحد العافية فهمتي باش نديرو واحد الله الله مريم عملت لنا تاي ناضي بسم الله من اول كاس هذاك منين جاك؟ المغرب جبتيه معاك من المغرب وصلني سوفيلات مريم الحاجة الوحيدة اللي صبرت مع مريم هي كاس التاي شوية ولكن يعني. عادي دي هو كي جا كي طاب ديجا ما تحرقش به الله الله واش بيني انا في كاس كيما كيكا وانتي كاسك ايه نحب كيس مغربي في تاي مغربي في كيس مغربي ايوه ما كانش ما تجيش معناتها كيفاش جايبته جايبته لنشر الثقافة المغربية الكيس هذاك ولا جايبته باش تشربي فيه انت باش نصرف فيه انا مازلت ما سخنتش هذيك لتو تسخني فيها تجمري فيها سي بون ولات قالت I am gone. You can hear the whistle blow.
شي سواسو الله يجازيه بخير. اه كاين واحد السيد تما سولو ملا جو ملا جو يا صحابي. سوين هاي الطريق ديالنا في هذا بيت فالدل زوينة بزاف على حزوينة مشريح اليوم بيفكت. صحابكم وصحابي وصحابي وصحابي. كيف ما شفتوا في الفيديوهات السابقة عندنا طلع نزل ما جاو زوين، كاين الشميشة وما كاينش الصاب. الشميشة ونسيم الدنيا خضرة ونوار بلا جو. هيا بيكالتي بيكالتي رحاب انتم الخضورة يا سلام. احنا الاخوان غادي نطيبوا احنا بيض ومطيش. اش غدير؟ اش كتسناونا نطيبو؟ هانتوما كيفاش كنكريو لكم الكونتنت. هيا غادي تلصق شوف كواليس كواليس. هانتوما جو زوين، نشوفو لو وصلنا لواحد المدينة سينو نشوفو شي فيرم عاوتاني نباتو فيه. هذا يتلوح في الطبيعة ما يسالش. هذولي فاسدين العظمات عندهم برشا في الساك علي. حنا اللي غنفسدو لك كلين. شوفي عاملين الكشكوشة. كان شي مشروع فدوس سميتو؟ شوفي هذايا باش تاكلها مالي نشوف. ما يسالش. فوالا النحلة ديالنا الحفاقة ديالنا. احنا منظر جميل. شنو متعودة طيبي انت في ال انا لكباط شكشوكة شكشوكة في كل مرة وشنو، ولكن الأغلب ديالي فاش كنت صراحة في وسط أفريقيا وسنترال أفريقيا الأغلب ديالي كنشري الماكل فوزا غازلوبيا. موجودة الماكلة في وسط أفريقيا جو بونس لهنا أنغولا حتى الانغولا ناميبيا خلاو قفار ولوبيا لوبيا البوريج البوريج واللحم كاين حتى الخضر عندهم في انغولا كامرون نيجيريا كل موجود. اما هنا يعني موجوده لهنا الماكله زاده، اما في السوبر ماركت وتمشي لك المول فماش هكا ريستوران هكا شعبي وتبقى وتاكل صراحه. في وسط سنترال افريكا كاع ما كتخمم في الماكله، اي فيلاج مشيتي شي ليه كتلقى شي واحد كيبيع تلقى شكوني طيب مش نورمال صراحه. العز العزك البلدان بصراحه فقدتهم فقدتهم في الصليم. هما يقولوا لك ليش الحشيش يا جماعه باللي اللي قاري بيئه لازم ياخذ فيها الماستير. هو انت قاري بيئه لازمكش تلوح الفضلات، لازمك تفهم بين الفضلات الديغرادابل والفضلات النون ديغرادابل. المره اللي فاتت ايوا شاه معلم الكاميرا هلو هلو ها هاو ار يو فاين ثانك يو جود جود ثانك يو وي ار ميكين سام فود وي ار هانجري سايكليست سوري اي تولد يو وي ار هانجري سايكليست وي ار ميكين سام فود. Where are you? Morocco, Tunisia. Oh, North Africa. Yes, North Africa. Now you are in South Africa. Yeah.
Where are you going now? This big town, Swalman. Swaldam? Yes. Okay. Okay. And from where? We come from Morocco. Yeah, but Prod Agalas. Agalas. Cape Agalas. I have problem to remember the name of the town. Yeah. Southernmost point of Africa. Yeah, we come from the north part to the south. Yeah. Okay. I'm filming, yes. Yeah. And from where are you cycling? From Cape Town or? From Morocco. From Morocco? From Tunisia, yeah, but with the bicycles? From Morocco. From Morocco? Yeah. It's been 1.5 years. And back? We are still cycling to the east part. Yeah, and back to Morocco? Yeah, we are going from the east to Morocco. Yeah. Mozambique, by Tanzania. Plane. No, we have bicycle. Why we take the plane? Plane الخسارة. Yeah, too far. Yeah. Yo, have a nice journey. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. كاين شغل ده. أعطينا كل غاز مريم. هذية مثلا شكون راح نحكيو قبل هذية نون ديغرادابل هذية أنا نلمها ونهزها عندي في البوبيل أما كي تبدا قشرة نتاع بيض قشرة نتاع مدالينا نتاع ثوم بصل هذوما الكل تخليهم الطبيعة تستفيد منهم أصلا يعني خاصة كي تطيش في الطبيعة مش نحكي أنا تطيش على التروتوار ولا تطيش في البحر فهمت معناتها قبل الناس تبدا تعطي فينا في دروس في البيئة شوية ثقافة عامة ما عندكش الدراجة الدراجة كاين الدراجة هو ما كانش الريح ولكن زوين كاين الدراجة أنا نسيت أنت تصوري بتليفونك خاطر أنا قالوا هيري رمارك ما في تاع البيض كيفاش نطيش في القشره ولا داكشي راحت انا يا قالوا هالك زاد انت هادي درتيش انا واحد دون على مش مشكل مش مشكل كان واحد النهار كنت في الكاميرون يمكن كنت كناكل هذيك تيك توك كنت كناكل ما عرفتش شنو داكشي ويجي وقالوا لي درتيش ما شاف العلمي هو المهم انتم ما تلوحوش معناتها خاطر انا كي نبدا نحوس في تونس ولا في المغرب بون في المغرب فما عندكم المدن الكبار نظافه اما كي تمشي لبرا الزبل يا خويا صلي على النبي وفي تونس كيف معناتها خويا المهم الوعي يكون موجود عند على عين المكان متقشره نتاع كذا مش مشكله ما تضرش كيما بلاستيك تلوح حاجه تاكل حاجه وتلوحها كيك ولا مشكلة لما تمشي كتاخد قرعة صغيرة اي بلاصة كتاخد قرعة صغيرة وطايش من مشبك الكهرباء بنادم كيمشي القهوة مع القهوة ديما عندك قرعة صغيرة يعني راه لا كونسوماسيون ديال العباد ولات كتساعد على التلوث قرعة كبيرة دي بوتاي غوسيكلاب ولا شي هذا بهذيك اللي درت معاهم بازين بزاف ما كتجيش معاهم بلاستيك كيفاش ينقصوا فيه هذا الكاس نقصي فيه شوية بالله نقليه مازلنا المرحلة الأولى كملنا هذه العجة حضرت هاي شكشوكة بالبيض إن شاء الله تكفي مريم إن شاء الله مريم تشبع معناتها شوية هي جست ثلاثة بيضات قاعدوا عندي في الساك جست هذوما تحريشة حتى نوصل الفيلاج الجاي إن شاء الله نلقاو فيه ماكلة ولا عنا الأملو بتاع مريم بقى الجهة الأخرى خليه لك هلا يا بسم الله دوقوا هاد الشيء كيجا ناضي لا بسم الماكلة البطلة مريم بعد ما كملت الأكل
صراحة عاملة معنا الواجب تنظفنا في المعون. ما قديش بزيت الماء. انت على الماء يعني خايفة على الماء؟ والله يعطيك الصحة معناتها.